السلام عليكم ورحمة الله. هذا فيديو خاص بالأسئلة اللي راهي توصلني على الانستغرام والذي فنلقاه في كومنتار. نلقى أسئلة ياسر على بعض، يعني على عنصر ولا على التمارينات ولا على أي حاجة في قائمة التشغيل. راح تلقى كل درس من تحت خلال راح نجاوب على الأسئلة اللي خاصة بهذاك الدرس. عندكم الانستغرام تاعي، اذا عندكم اسئله حطوها. كل مره راح نخير بعض الاسئله اللي راح نجاوب عليها، باسكو ما نقدرش نحطها مره واحده. اذا كنت يعني بعثت لي سؤال ولا ما بعثتليش سؤال، اسم الاسئله راح يعني قدرت توصل لك فكره جديده. حاول انك تستفيد من هذا هذا الفيديو اللي راني ننشره. عندي اول حاجه راح نديرها صح، وحيت سقسوني قالوا لي اذا كان التمرينات على غيزونمون ماتيماتيك راهي متواصله. نعم متواصله، لانه يعني كاين ياسر امثله، كاين ياسر تطبيقات باغ لابسور باغ كونترابوزيسيون باغ كاباغ كا، كاين ياسر. كل مره راح نخير بعض الخاصيات اللي نبرهن عليها باستعمال لتحت في قائمة التشغيل. راح تلقى ربعة واحد، ربعة اثنين، ربعة ثلاثة، حتى يعني نحاول نمددكم على قد ما نقدر لي بروبوزيسيون حنبرهن عليها. عندي هنا أول حاجة راح نضرب إي أو، الإي هادية إي لوجيك، والأو راح نفهمك فيها بطريقة يعني باش تفهمها في لاطابل دو فيغيتي تاعها. قلنا الإي تيري في لاطابل دو فيغيتي يقعد عندي بروبو دو بروبوزيسيون بي و كو، بي اي كو. هنا كيكونوا لي دو فري فري فاس فري فاس. هنا قلنا راح تكون هاد هنا راح تكون فري سي لي دو فري، هادي لا بروبوزيسيون بي اي كو، اي كو راح تكون فري كيكونوا لي دو فري سي نو فاس. وعلاه دابا نقول لك على حكايه. دي فوا كي تروح باغ اكزومبل حتخدم خدمه ولا حتقرا قرايه حتقرا سبيساليتي ولا حاجه، راح يمدولك دي كونديسيون. باغ اكزومبل الاولى راح يمدولك الشروط الاولى هي في الاية، هي لازم تكون مثلا عندك شعبه عندك باك في شعبه الفلانيه، عندك معدل 17، عندك 15 في الرياضه، هذه اي. دونك لازم يكون عندك شروط الكل، لازم يكونوا كل صحاح باه تتقبل، باه تكون انت مؤهل انك تدخل في هذيك الحكايه. كيما هنا في الاي تفكر ديما هاد الحكايه، معناها لازم يكونوا كلهم حقين باه تقول بلي لا بروبوزيسيون تاعي صحيح. يكونوا كلهم حقين لازم تكون لي دو فري باه نقول بلي لا بروبوزيسيون تاعي اي فري. عندي هدف ما يخص يعني كيفاه تفهم. نروحوا الان للاو، عندي بي او كو. دون سو كا اي كو هنا، دون سو كا دون سو كا عندي بي كو، عندي فري فاس فري فاس. دونك هادو يكونوا فري او موا وحده فيهم تكون فري. يقول لك هادي ولا هادي، دوك نفهمك فيها في الحكايه. مهم يعني راح تكون صحيحه او موا وحده فيهم صحيحه ولا لي دو صحاح. هنا عندي هادي فري دونك فري، هنا عندي هادي فري دونك فري، وهنا لي دو فاس راح تمدي فاس. عندي هنا في هاد لا بروبوزيسيون تيري كيفاه راح نتفكر. مثال نجيك انا نقول لك باش تدخل هذيك ولا باش دير هذاك الاختصاص، عندك على الاقل على الاقل يكون محقق فيك واحد من الشرطين. هاد الشرطين وشيهم؟ يكون المعدل تاعك العام 14، يتكون عندك في الرياضيات والفيزياء 15 15. معناها المعدل تاعك قادر يكون مش 14، بصح كي تدي 15 15 حتجي تقرا هاد الاختيار ولا الشعبه اللي خيرتها. اذا كان عندك في ولا كان عندك المعدل تاعك 14 راح نقبلك تاني. معناها عندك اختيارين، يا هادي يا هادي، يكفي انه يتحقق واحد فيهم. دونك راح تكون فغي يتحقق واحد فيهم، ولا يتحققوا لي دو. ماذا بيا ما تكون عندك 14 معدل وعندك 15 في الفيزياء 15 في الرياضيات، هدف ما يخص. او من هاد الحكايه راح نحكي على يعني السؤال. دونك شرحت هذه باسكو جاني هاد الكيستيون، انا راح نشرح سؤال عنده علاقه مع هذا. هادي فهمتها مليح، معناها يكفي انها تحقق وحده فيه. ناس كامل بعثوا لي، يعني كاين ناس ياسر ما في لي كومونتير راه مازالوا قال لك كيفاه هذا عباره عن سؤال اول. درك نروح نشوف سؤال ثاني. سؤال ثاني قال لك هادي كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار اكس كاري سوبيريور او ايغال ا موان زان. قالوا لي هادي كيفاش كتبتها صحيح، معناها راهي غلطه وانا عملتها فغي. انا عملتها فغي علاه؟ دوك نقول لك علاه. وهنا راح
عليه لي زوبيراتور لوجيكال تري امبورطون، معناها باه تعرف كي تقراهم راح تولي صح تفهم، تم تولي تفهم كي تقرا الخاصيه واش معنى. انا واش نقول هذه كي نقراها نقول سوبيريور او ايغال ا موان زان، معناها يكفي انها تحقق وحده فيهم. راني هنا اكس او كاري هذه مهما يكون عدد جاني جاوني قالوا لي كيفاه اكس مربع راهي توجور سوبيريور ا 1، علاه انا درت لك هنا تساوي موان زان؟ لا درت سوبيريور او ايغال ا موان زان، دونك او هذيك بما اني عندي الحق اني نكتب اكس او كاري سوبيريور ا موان زان، عندي الحق لاني ما حددتلكش الاكس تاعي. اكس او كاري سوبيريور ا موان زان هاهي موان زان هنا، واي الاف تاعي من موان انفيني جوسكا بلوس لانفيني، هنا عندي دي فالور بوزيتيف. حددت لك انا الاف مازال ما حددتش، قلت مهما يكون اكس تاعي راهي الاكس كاري تاعي راهي صح الاكس كاري سي سوبيريور او ايغالا زيرو، دونك زيرو مي توجور سي سوبيريور او موان زان سوبيريور. دونك نعاود نحكي لك حكايه، كي نقول انا هادي 5 سوبيريور او ايغالا 5، حاجيني تقول لي وعلاه 5 سوبيريور على 5؟ هاي ليغاليتي محقه، دونك راهي 5 سوبيريور باردون ليغاليتي محقه 5 ايغالا 5، دونك لا بروبوزيسيون تاعي هادي راهي صحيحه. C'est bon. Donc là j'ai l'idée ici. On a quel que soit x appartient à r x au carré supérieur x au carré quinte plus 1 ou bien x au carré. X au carré supérieur ou égal à moins 1 est vrai parce que ou n'a pas حققت لي اكبر تماما او يساوي اكبر تماما وحده فيهم حقه بما انه عندي او هنا لوبيراتور لوجيك او بما انها وحده فيهم حقه دونك هذه ثاني صحيح بالنسبه للناس اللي طرحت هذا السؤال. انا راح نشوف السؤال الثالث. في السؤال الثالث عندي هاد لا كيسيون هادي تاني كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ان اكزيست ايغريك ابارتيان ا ار اكس بلس ايغريك سوبيريور ا زيرو. قال لي كيفاه هادي وناض كل واحد يمد لي انا مانيش نجوجي فيكم زعما ما نطرحش، اطرح اطرح اي سؤال مهما يكون السؤال انت تشوفه بلي راه غبي ولا تخاف انك تسقسي الاستاذ، هذه اكبر غلطه ديرها. انا حتبقى عمرك كامل عندك دي كيسيون في راسك وتروح تفوت ليك زمان تبقى مخلط حتى تجيك الاجابه تبقى ماكش متاكد. اي سؤال اطرح معناها اي سؤال راح نطرح. عندي هنا اكس بلس ايغريك سوبيريور ا زيرو بوزيتيف، انا عملت هذه عملتها فغي كيفاه فغي وبداو يمدوني في لي بداو يمدوني باغ اكزومبل هاو اكس كيساوي هكا هاو ايغريك يساوي، انا واش ما عندي ما راح ندير. كي بديت هنا كي بديت هنا في لا بروبوزيسيون هادي راح تلقاها في الدرس تاع لابليكاسيون سيغ لوجيك ماتيماتيك، راح تلقاها في هذاك الدرس راح تلقاها عندي هنا في هاد لابارتي تبع. انا راح نقرا بالترتيب واش عندي في لا بروبوزيسيون، ما نكسر راسي ما نروح نجيب له اكس ايغريك ما تحقق ليش ما والو. واش عندي في لا بروبوزيسيون راح نشوف، قلت بلي كلكو سوا اكس هذه معناها هذه العباره راهي محققه من اجل كل اكس، هذه واش معناها كلكو سوا او بيان بور تو من اجل كل، لكن هنا يكفيني واحد برك يحقق لي باه نقول بلي راه صح يكفيني واحد، معناها ما تروحش انت تفركت لي على ما يحقق ليش لي حقق لي هذاك. دونك لا بروبوزيسيون اي فري هاي الاكس تاعي هنا نعاود نذكر الاكس راح نديها كيما نحب انا 5 250 6 اكسيتيرا. عندي الايغريك حتى تديها بالناقص ها هي ناقص ها 5 خليها كي تكون بوزيتيف. عندي الايغريك تاعي هنا يوجد على الاقل ايغريك واحد باه تكون هذه لا بروبوزيسيون صحيحه. هنا حتجيب لي واحد اخر انت تسمى هو يقول لك كاين على الاقل ايغريك يحقق لك هذه صحيحه، تروح انت تجيب وزيد تجيب له ناقص 2 وتقول لي هاي ناقص 7 هاي اقل من الصفر. لا هو قال لك يوجد يحقق لك هذه مش يحقق لك العكس. دونك عندي هنا واش عندي؟ عندي كي يكون هنا موان 5 راح نخير عدد يكون مثال 6 موان 5 بلوس 6 ايغال 1 1 سوبيريور 0، راح نخير المثال يخدمني انا يخدمني انا في هذه باه نقول بلي راهي صحيحه صحيح. هذا فيما يخص هذا السؤال معناها حتى هنا راح نخير مثال عدد اكبر من هذا باه يجيني عدد موجب عدد اكبر من هذا كيما هنا مثال عندي هنا 5 يخلي ايغريك تاعي ينتمي الى ار ايغريك تاعي نقدر نخيره ناقص 3 دونك تجيني 5 ناقص 3 راح تمد لي
اثنان اكبر من صفر محققة. هذا فيما يخص الترتيب مهم جدا، معناتها كي تبدا بإليكزيستزي وكي تبدا بكالكوسوارزي هي اللي سهلة عليك انك تلقى لها الحل كي تبدا كالكوسوار. هذه سهلة فيها. دوكا نروحو نشوفو السؤال اللي بعد هذا. الناس اللي سقستني على لابليكاسيون ايليكيفالونس، ناس ياسر قالوا لي بلي راهم ما يفهموش ابليكاسيون ايليكيفالونس. لابليكاسيون نحكي لها لوبيراتور والابليكاسيون تاع حمداني عملتهم في كاين فيديو في قائمه تشغيل بعنوان لوجيك ريزونمون ماتيماتيك، راح تلقى في هذيك القائمه عملتهم وحدها، معناها تلقى لا نيغاسيون دو لابليكاسيون اي لا نيغاسيون دو ليكيفالونس. هادو كي تدخل تلقاهم في زوج كل واحد وحده، فهمت بيان؟ اذا ما فهمتيش عاودي، ما فهمتيش عاودوا بعثوا لي يعني خلو في كومونتير ولا بعثوا لي ميساج، راح نزيد نعاود ندير تطبيق عليهم ولا نزيد نعاود. احنا بس هنا خاوتي هاد السلسله باه تكون خفيفه وتحاول كل مره تدي منها معلومه، ما تقلقش منها، راح يكونوا فيديوهات تاعها شويه قصار. بالتوفيق.